يقول أثناء صلاة الظهر في العمل أقدم أحد الزملاء لكي يصلي بنا لكنه يرفض، وأقوم أنا بمقام الإمام وعند سؤاله عن سبب رفضه يقول لا أريد أن أتحمل مسؤولية المصلين، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل هذا يعني ألا أتقدم لكي أصلي بالناس علما بأن المسجد لا يوجد به إمام؟ أبدا، هذا من الإحسان، تقدم وصل وهو اتركه، كيف لا صار ما وده يصلي بالناس اتركه، أنت صل بالناس واحتسب الأجر والحمد لله. نعم.